نذهب إلى خبر آخر ليس ببعيد عن مشكلة، حيث شهدت المطارات ومحطات الحافلات والقطارات حالة من الشلل في جميع أنحاء ألمانيا اليوم خلال أحد أكبر الاضطرابات منذ عقود، والذي دعت إليه نقابتي فيردي العمالية وأي في جي لقطاع النقل للمطالبة بتحسين الأجور في ظل التضخم الذي تعاني منه ألمانيا. وعلق اثنان من أكبر المطارات في ألمانيا وهما ميونخ وفرانكفورت رحلاتهما الجوية، وقال شركة دوتشي بان إن ملايين الركاب الذين يعتمدون على الحافلات والقطارات تضرروا من هذا الإضراب. للمزيد من التفصيل ينضم إلي من برلين عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية. عربي أهلا بك في هذه الساعة الإخبارية. عربي، ضعنا في تفاصيل هذا الإضراب الأكبر في ألمانيا، هل من جديد؟ رعد، نتحدث اليوم عن أكثر من نصف مليون ألماني تعثروا بهذا الإضراب نتيجة توقف حركة القطارات والباصات الأوتوبيسات بين الولايات الألمانية والمدن الكبرى. حركة المواصلات داخل المدن الألمانية على سبيل هنا في العاصمة الألمانية برلين، وربما ستشاهد بعض الباصات من خلفي تعمل داخل المدن الألمانية تعمل، ولكن هي الأزمة الآن ما بين المدن والولايات الألمانية. كما قلت تقريبا نصف مليون تأثروا نتيجة هذا الأمر، لأن هناك عدد كبير جدا من الألمان الذين يسكنون في القرى والمدن الصغيرة ولكن يعملون في المدن الكبرى. حسب نقابة فيردي اتحاد العمال وأيضا اتحاد عمال السكك الحديدية والنقل هنا في ألمانيا، قالوا أن جولة المفاوضات اليوم انتهت، ولكن الإضراب مستمر حتى منتصف الليل، لأن هذا الإضراب اليوم هو إضراب تحذيري فقط لمدة 24 ساعة، وهناك جولة أخرى من المفاوضات من المفترض غدا، ولكن غدا لن يكون هناك إضراب، هو فقط حتى منتصف اليوم، وهناك جولة جديدة من المفاوضات بين الشركات المشغلة للمطارات الألمانية وأيضا الشركة المشغلة لهيئة السكك الحديدية دوتشي بان هنا في ألمانيا، وبين ممثلين عن الاتحادات العمالية من المفترض نهاية شهر إبريل المقبل في استمرار لهذه المفاوضات. الحقيقة دي نتيجة أن اليوم لم يصلوا خلال هذه المفاوضات إلى حل، ما زالت فيردي والنقابات تطالب ب 10.5% زيادة على المرتب أو بحد أدنى 500 يورو زيادة على المرتبات ل 2,500,000 موظف عام في كل هذه القطاعات في المطارات الألمانية وفي هيئة السكك الحديدية وفي أيضا النقل البحري. اليوم ميناء هامبورغ البحري توقف بشكل كامل وتأثر بشكل كامل، الشركات الألمانية التي تعتمد على نقل البضائع تأثرت بشكل كامل كبير جدا هنا في برلين، وهناك خسائر تقدر بالمليارات بالملايين عذرا حتى هذه اللحظة نتيجة إضراب اليوم. ولكن عندما تم سؤال ممثلين عن نقابة فيردي والاتحادات العمالية أكدوا أن هذا الإضراب لمدة 24 ساعة فقط، لأن هناك في ألمانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل عيد الفصل، وكان هناك مخاوف من المواطنين الألمان الذين يتنقلون لزيارة أسرهم في عيد الفصح أن يستمر الإضراب ربما حتى الأسبوع المقبل، ولكن النقابات العمالية قالت أن طيب إذا لماذا قامت في بإضراب ليوم واحد عربي؟ ما هو السبب أن يكون الإضراب ليوم واحد ولم تحقق المطالب؟ الحقيقة بعد هو إضراب تحذيري فقط. نقابة فيردي الاتحاد العام وهيئة النقل موظفين هيئة النقل يرضون أن يكونون نحن هنا، وتحديدا اليوم لأن اليوم هناك جولة من المفاوضات، كانوا يريدون الضغط حتى هذه اللحظة. حتى وزيرة الداخلية الألمانية حضرت هذه المفاوضات وعرضت عليهم 5% فقط زيادة على المرتب لمدة عامين و2500 يورو دفعة مرة واحدة أو ستقسم للموظفين، ولكن هذا الأمر رفض بشكل كبير. هي بس الحقيقة هو إضراب تحذيري لمدة يوم واحد، ومن المفترض إذا لم يكن هناك مؤشرات إيجابية من أرباب العمل وأصحاب الشركات على زيادة المرتب سوف تكون هناك إضرابات مستمرة بداية ربما من 15 إبريل المقبل حتى موعد المفاوضات القادمة نهاية شهر إبريل بين الممثلين عن النقابات العمالية وأيضا عن ممثلين عن الشركات الألمانية والشركات المشغلة للمطارات. ولكن كانت أزمة كبيرة بالنسبة حتى للمطارات الألمانية هنا في ألمانيا بعد صباح اليوم. طيب في إجابة سريعة عربي، يعني وهذا آخر سؤال، يعني لكن ما هو الرد بالنسبة للحكومة الألمانية؟ كيف ردت على هذا الإضراب؟ الحقيقة الحكومة الألمانية كانت لديها اجتماع اليوم على مستوى المستشار الألماني وزير المالية وزير الاقتصاد وبعض الوزراء الآخرين للتحدث في أمور مرتبطة بخطة المناخ وموازنة العام القادم. الحكومة الألمانية قالت
يجب إنهاء هذا الإضراب تحديدا لأنه تسبب في خسائر كبيرة، وربما الحكومة الألمانية حسب المناقشات والتسريبات التي خرجت ربما ستتحمل عن أرباب العمل أو الشركات المشغلة للمطارات أو الشركات المشغلة للسكك الحديدية وما إلى ذلك جزءا من هذه الخسائر حتى تنتهي هذه الأزمة وزيادة مرتبات الموظفين في المستقبل، ولكن يجب أن ننتظر حتى نهاية شهر أبريل. نعم، عربي مرزوق مراسل القناة الإخبارية كنت معي من برلين، شكرا لك لوضعنا في آخر تطورات الإضراب الذي كان في ألمانيا هذا اليوم.